احنا بنتكلم هنا على فكره الاساءه من وجهه نظرهم، وانا الحقيقه متفق على انه لم يكن يصح انها تقال بهذا الشكل من فضيلتك. وطبعا يعني اسمح لي ان انا مش بجادلك في الدين وفي العلم، انت زي ما قلت لك انت علمك غزير عني، انا بجادلك في السياق وده يمكن تسمح لي بيه شويه. طب القصه هنا انه انت تعلم حضرتك على مرجعيه بعض العقول عندنا، وان الناس ممكن تاخد نص اللي انت قلته وتعتبرها منصة يقفزوا بيها على الوصول للمربع اللي هم عاوزينه، وهو فكرة بقى قتل المسيحيين او اضطهاد المسيحيين او ان هم كذا كذا كذا، مش هياخدوا الحتة الحلوة اللي انت قلتها ان دول حبايبنا وان الاسلام ما قالش انه المختلفين معنا في الدين نقتلهم او نضطهدهم او نعمل كذا او كذا او كذا، هيقولك بس ان الشيخ سالم قال ان المسيحيين كفار، وبما ان المسيحيين كفار احنا عندنا ايات تانية بقى في القرآن في سياقات اخرى وفي اماكن اخرى وفي صور اخرى بتقول ان الذين كفروا نعمل معهم كذا 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 كذا. فهو الفكرة انه لم يكن من اللائق ان انا ادي فرصة لبعض الموتورين ان هم ياخدوا من كلامي ارضية ينطلقوا بيها الى التطرف والارهاب. ده رقم واحد. رقم اتنين يا شيخ سالم، لما تيجي حاجة في العقيدة بالشكل الواضح، سواء في العقيدة الإسلامية في العقيدة المسيحية في العقيدة اليهودية، أنا فين بقى الكياسة؟ فين الكياسة؟ فين اللي أنا كنت بقوله بقى دلوقتي اللي هو المواءمة والقدرة على خطاب الناس عبر الإعلام؟ فكرة، وأنت أدرى مني يا شيخ سالم، فكرة كفر، يعني إيه كفر؟ كلمة كفر، كفر يعني فعل كفرة، يعني إيه فعل كفرة؟ باللغة العربية الفصحى وفي المعاجم كفر يعني خرج، كفر يعني خرج الشيء، يخرج من الشيء. فهو فكرة كافر فكرة عامة، يعني اللي غير المسلم طبيعي ان هو كافر بالإسلام، والغير المسيحي طبيعي ان هو كافر بالمسيحية، وغير اليهودي من المسلمين والمسيحيين طبيعي ان هو كافر باليهودية، يعني فسق عن الشيء خرج عنه. فبدل ما نخشها في كفر بالله، لأن الإيمان وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى والإيمان من العبد للرب لا يحكم عليه شخص، لكن هي فكرة منتسبي الأديان. فلو كنا شرحناها في فكرة الكفر اللي هو الكفرة أي خرج عن الشيء، كانت هتبقى أهدى، وطبيعي أن المسيحي خارج عن الإسلام، وطبيعي أن المسلم خارج عن المسيحية، ده شيء أمره بديهي، وساعتها لن يغضب أحد ولن يسيء إلى أحد. أنا خلصت كلامي يا شيخ سالم. ربنا يبارك فيك حبيبي، وانا متفق معاك ان قد يكون في صياغه احسن من صياغه اخرى وفي الفاظ احسن من الفاظ اخرى. مساله تقدير لانتقاء الالفاظ. واحنا امرنا بالقران الكريم ان كل الناس حسنا، وامرنا كمان لما نجادل اهل الكتاب ان نجادلهم بالتي هي احسن. صحيح، يبقى التي هي احسن يبقى احسن الالفاظ طبعاً. واحسن الصور طبعاً. مش اقساها. ولذلك انا قدمت اعتذاري عن سوء اختيار اللفظ اللي خدشهم وضايقهم. طيب. انما كحكم شرعي ما فيش تراجع. طب اطلب منك طلب انا بطلب منك طلب يا شيخ سالم بحكم المحبه والتقدير والاخوه اللي تجمعنا. انا زي ما قلت لن اطلب منك لا تغيير كلام ولا معتقدات ولا كذا، لانه في النهايه كل معتقد لشخص هو حر فيه وربنا هيحاسبه عليه. انا عايز اطلب منك بس مش تعتذر عن اذا كان في جرح للاساءه، انا عايز تعتذر. طب انا هقول بس يا شيخ سالم اهو، وإذا كان كلامي ليس فيه تقليل من شخص حضرتك يعني اقبل به. بحكم المحبة لك وبحكم هدفنا كله هو المصلحة العامة لهذا البلد الذي نعيش فيه، أنا أطلب من حضرتك الآن اعتذارا، مش عن جرح المشاعر، لا، اعتذارا عن الصياغة والكلام اللي اتقال بالشكل ده، وأنه فعلا لم يكن من الواجب أن أقوله في الإعلام بهذا الشكل. أما مجالس العلماء والعقيدة فمكانها مجالس العلماء ومكانها مكان دراسة العقائد، بس ده اللي مطلوب عشان الناس تبقى فاهمة ايه الصح وايه الغلط ولا يتكرر من ده. طب وحضرتك فاهم وهتختار الالفاظ بعد كده، في ناس تانية للأسف. استاذ سامر، لولا قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لما تبقى الآية بتقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى الشيء طبيعي لازم نبين للناس ونوضح ان الاسلام هو دين الله في الارض وفي السماء، جاء به سيدنا موسى وسيدنا عيسى.